السلام عليكم. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتحريك واحدة من أخطر حاملات الطائرات الأمريكية الخاصة بها، وذلك من أجل مواجهة جماعة الحوثي في اليمن. السفينة الأمريكية الحربية التي نتحدث عنها هي USS هاري ترومان. القرار لإرسال هذه السفينة ظهر في 10 أبريل وفي 11 أبريل من قبل البنتاغون ومن قبل عدد من المصادر الغربية الأخرى مثل The Intel Frog وغيرها، هي التي أكدت بأن هذه السفينة تتجه قريبا باتجاه البحر الأحمر. ولكن الجديد في هذه المسألة هو أن المعهد البحري الأمريكي كان قد أكد في 24 ساعة الماضية بأن هاري ترومان بدأت بعمليات وتنفيذ عمليات تدريب أساسية، وهذا يوضح بأنها وصلت إلى المراحل الأخيرة لكي تبدأ بالتقدم باتجاه اليمن. وهذه السفينة الآن بحسب المعهد البحري الأمريكي أكدت بأن هذه السفينة الآن هي موجودة هنا تقريبا باتجاه فيرجينيا ونورث كارولاينا، وبأن من المقرر أن تتجه إلى فلوريدا وتحديدا إلى ميامي، وذلك من أجل المشاركة في فعاليات أسبوع الأسطول في ميامي. وهذه الفعاليات تأتي من 16 إلى 12 من مايو القادم، وهذا يوضح بأن 13 و14 من مايو سنرى حاملة الطائرات USS هاري ترومان وهي تتجه مباشرة باتجاه جماعة الحوثي. وهذه ليست بالسفينة العادية أبدا، نحن نتحدث عن سفينة دخلت للخدمة في عام 1998، وهذه السفينة هي من طراز نيمتس وهي تعمل بالطاقة النووية، وهي على متنها والطاقم الخاص بها يصل عدده إلى 8000 من البحارة وكذلك من الطيارين، وأيضا في نفس الوقت هي تحمل 12 سربا من الطائرات الحربية مع أكثر من 80 طائرة أخرى. وهذه السفينة كذلك هي تحمل 3 منصات صاروخية، تحمل هذه المنصات الصاروخية صواريخ من طراز سي سبارو، وهذه الصواريخ هي تعتبر من صواريخ الأرض جو، وهي لحماية هذه السفينة من أي هجمات ممكن أن تتعرض لها، بالإضافة إلى 4 مدافع الرشاشة من عيار 20 ملم، بالتالي غطاء دفاعي كبير مع قدرات هجومية عالية لهذه السفينة. وهذه الحاملة الطائرات التي نتحدث عنها هي سبق لها وأن شاركت بالعديد من العمليات الحربية المهمة للغاية، و أهم هذه العمليات هي الحرب في أفغانستان وكذلك الحرب وغزو العراق في عام 2003، وبالتالي حاملة الطائرات هاري ترومان هي تعرف تماما هذه المنطقة وسبق لها وأن تواجدت في المنطقة في أكثر من مناسبة، وهي تأتي إلى البحر الأحمر من أجل أن تكون بديلة ليو اس اس دوايت آيزنهاور التي انتشرت منذ أكتوبر من العام الماضي مع أزمة قطاع غزة في خليج عدن، وبعد ذلك اتجهت إلى البحر الأحمر. وهذه طبعا حاملة الطائرات لها 6 أشهر وهي موجودة في هذه المنطقة، وبالتالي هو تبديل روتيني مهم، ولكن حاملة الطائرات مكان حاملة الطائرات، وحاملة الطائرات هاري ترومان هي أحدث بكثير من دوايت آيزنهاور التي دخلت إلى الخدمة في عام 1975. وطبعا دوايت آيزنهاور كانت قد ظهرت بهذا الشكل وهي تنسحب في 10 و11 أبريل كما تلاحظون، هي تعبر البحر الأحمر متجهة إلى البحر المتوسط. والصور القادمة من المعهد البحري الأمريكي أوضح بأن هذه السفينة الآن موجودة هنا في هذه النقطة من البحر المتوسط، خرجت تماما من البحر الأحمر وهي متجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا يوضح بأن USS دوايت آيزنهاور بعد أن تواجدت لفترة طويلة هنا أصبحت في هذه النقطة في البحر المتوسط، وانسحبت معها كذلك المدمرة الأمريكية USS Gravely أيضا، وبالتالي الوجود نوعا ما أقل بالنسبة للقطع البحرية لمواجهة جماعة الحوثي بشكل عام. وبالنسبة USS هاري ترومان التي نتحدث عنها هي لا زالت موجودة هنا في هذه النقطة، بالتالي حركتها باتجاه فلوريدا ومن ثم من المفترض أن تتواجد بهذه النقطة. و هذا الأمر يبدو بأن جماعة الحوثي قد استغلته كثيرا، خاصة وأن الحركة التي نتحدث عنها بهذه القطع البحرية المهمة للغاية بدأت منذ 10 أبريل. 7 أبريل كان آخر هجوم لجماعة الحوثي بشكل عام، وتوقفوا بعد ذلك 14 يوما، ويبدو أن جماعة الحوثي لاحظت بأن لم تعد هنالك الولايات المتحدة الأمريكية إلا USS لبون بالإضافة إلى USS فيلبين سي في البحر الأحمر تحديدا، وهذا على ما يبدو أنه دفع جماعة الحوثي
بعد أن رتبوا أوضاعهم من انسحاب بهشاد أيضا من خليج عدن، بدأوا بعملية مهاجمة هذه السفن تحديدا في البحر الأحمر في خليج عدن وكذلك في المحيط الهندي، يستهدفون السفن الإسرائيلية بشكل عام. ليس واضحا ما الذي قاموا أو ما الذي حققوه في المحيط الهندي، ولكن هي استهدافات حاضرة. تحاول جماعة الحوثي من إصابة السفن الحربية، من إصابة السفن الموجودة في المنطقة لاستمرار وإبقاء الحصار على مضيق باب المندب. وعلى سبيل المثال ما نشر اليوم من قبل القيادة المركزية الأمريكية عن هجوم قامت به جماعة الحوثي يوم أمس، تلاحظ هنا أن أحدى الأهداف هي كانت USS Philippine Sea وUSS Labuan، هاجموها بالطائرات المسيرة، لا إصابات نهائيا، ولكن واضح أن هنالك بحث عن تحقيق شيء ما مع الهجوم على سفينة هنا. كما نرى إحدى السفن اليونانية أيضا قاموا بمهاجمتها، وجماعة الحوثي قالت بأنه هاجموا أيضا في المحيط الهندي سفينة إسرائيلية في ثالث هجوم على السفن الإسرائيلية في المحيط الهندي مرة أخرى. ليس واضحا إذا ما تحقق شيء من هذه الهجمات، لكن بدأت تتصاعد الهجمات بشكل خطير من هذه الجماعة. لكن أيضا في نفس الوقت الجماعة منتبهة تماما أن مثل هذه التحركات العسكرية القادمة من الولايات المتحدة الأمريكية أو حتى بريطانيا أو غيرها من الممكن أن تعني أن هنالك حملة عسكرية أكثر كثافة مما رأيناه في الماضي ضد هذه الجماعة. المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية كان قد ذكر يوم أمس تفاصيل مهمة، أن هذه الجماعة بدأت بتوسيع بناها التحتية وقواعدها العسكرية تحت الأرض، وبدأت بحفر الأنفاق بشكل مكثف في قواعدها الصاروخية التي تعتمد عليها. على سبيل المثال إذا ما ذهبنا إلى محافظة صنعاء، هذه العاصمة المهمة التي سيطرت عليها جماعة الحوثي وسيطرت على الكثير من الأمور الموجودة فيها، ونتجه إلى جبل عطان، الجبل المهم الذي تتواجد فيه الكثير من المنشآت العسكرية التابعة لجماعة الحوثي، إلى الشرق منها في هذه النقطة، لنتجه إلى اليمين قليلا، هنالك صورة محدثة بالأقمار الصناعية. هذه الصورة تعود إلى مايو من عام 2023، ومعهد المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية نشر صورة لنفس هذا الموقع توضح أن هنالك نفق قد بني هنا من جماعة الحوثي، وبأن التراب وعمليات الحفريات واضحة هنا من التراب الذي قاموا بسحبه من هذه المنطقة لحفر هذا النفق. ولاحظ هنا الصورة من القمر الصناعي، ستلاحظ نفس الطريق تماما، هذا هو طبعا واضح جدا ما تبقى أو عمليات أو مؤشرات الحفر، وتلاحظ هنا بأننا أمام نفق ليس بالعادي أبدا، قد أصبح جديدا، ويوضح بأن هنالك توسيع في البنى التحتية العسكرية طبعا في جبل عطان. وأيضا دعونا نتجه إلى صعدة، طبعا هذه الصورة لابد من الانتباه بأنها تعود إلى شهر مارس من هذا العام، أي قبل شهر فقط تقريبا الآن، وهذه الصورة هي جديدة وحديثة للغاية، توضح أن الجماعة وأثناء هذه المواجهات تقوم بمثل هذه التحركات. وكذلك أيضا دعونا نتجه إلى صعدة، إلى معقل جماعة الحوثي الرئيسي والتي تقع إلى شمال اليمن باتجاه المملكة العربية السعودية، لنتجه إلى صعدة الآن، وهذه المدينة المهمة للغاية، هذه هي صعدة وهذا هو مطار صعدة. وإلى شرق صعدة ستلاحظ بأن هنالك قاعدة صاروخية معروفة لهذه الجماعة، وفي هذه النقطة تحديدا التي سنقترب منها وضعت عليها عدد من الملاحظات. لنأخذ صورة تعود إلى عام 2022 تحديدا، ونتجه إلى اليمين قليلا ونقترب من هذه النقطة، ستلاحظ هذه النقطة تعود إلى 2022 في مايو 2023، تغيرت وظهرت هذه الأنفاق كما هذه المداخل لهذه الجبال أو لهذه النقطة العسكرية الصاروخية، وأيضا هذه نقطة دخول أخرى. لاحظ الحفريات، الطرق، هنالك تحديث لطبيعة وضع جماعة الحوثي قبل أحداث غزة وهم يقومون بمثل هذا التوسيع. كذلك نعود إلى عام 2022، ليس هنالك شيء هنا، فجأة في مايو 2023 الجماعة وسعت من قواعدها العسكرية، وها هو مدخل آخر أيضا لهذه القاعدة الصاروخية. وهذه النقطة بشكل عام توضحت من قبل معهد الدراسات أو المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، وضح نفس هذه النقطة بأن هنالك توسعا ظهر في يناير من هذا العام تحديدا مع بدء المواجهات الكبيرة جدا في مضيق باب المندب، وأن التوسع يأتي بهذه الطرق. ودعونا هنا نأخذ هذا الطريق لكي نقارن الصورة لتصبح أكثر وضوحا، هذا هو الطريق الذي سنعتمد عليه، وهذه الصورة هي القادمة من معهد IISS، وهذا هو نفس الطريق
الذي ذكرناه لكم، هذه هي المداخل التي أشرنا لها، وهذا هو المدخل الذي أشرنا له قبل قليل. وتلاحظ هنا بأنها أشارت الـ IISS إلى أن هنالك توسع في طبيعة الطرق في هذه المنطقة، مما يوضح أن هنالك المزيد من الأنفاق أيضا التي هي تكون كافية ليست فقط للعناصر وإنما للصواريخ وللطائرات المسيرة، وتعطي مناورة كبيرة أيضا للقادة من جماعة الحوثي في حالة تعرضوا إلى أي شيء في المستقبل من عمليات استهداف. وهذا يوضح أن جماعة تستعد إلى أي تطور كبير ممكن أن يحدث بعدما ممكن أن يكون قادما باتجاه رفح أو حتى باتجاه حزب الله في لبنان. ولكن الأهم الآن رفح، كل الحديث عن رفح، هل إسرائيل ستتقدم إلى رفح أم لا؟ نيويورك تايمز أكدت في 24 ساعة الماضية بأن إسرائيل الآن نوعا ما وضعت بعض التنازلات من أجل نوع من الاتفاق لتبادل الرهائن، وهذا يعود بسبب أن إسرائيل تجد بأن لم يبقى إلا 40 من الرهائن من 130 الذين اختطفتهم طبعا جماعة أو حركة حماس تحديدا، وبأن هؤلاء 40 تريد إسرائيل 33 منهم مقابل أن تعطي حركة حماس أيضا وتطلق سراح العديد والعديد من الفلسطينيين من القادة وغيرهم باتجاه الضفة الغربية تحديدا. وبالتالي هذه الصفقة التي عرضتها مقابل أن يكون أيضا 40 يوما من الإيقاف إطلاق النار، أي أن نتنياهو باختصار وهو صرح بهذه المسألة اليوم، باتفاق لتبادل الرهائن أو من دون اتفاق للرهائن سنتقدم إلى رفح. وهذا الأمر قد يدفع طبعا حركة حماس لرفض هذه الصفقة، لأن حركة حماس تريد أن يكون هنالك اتفاق يكون على إثره إيقاف لإطلاق النار وانسحاب جميع القوات الإسرائيلية. ولكن إسرائيل الآن تتحدث عن هذا الاتفاق، وقالوا إن لم توافق حركة حماس على هذا الاتفاق الذي عرضناه لهم فإننا سندخل مباشرة ونبدأ بالغزو البري لرفح تحديدا. وتبدو إسرائيل جادة بهذه المسألة، خاصة وإنها اليوم على سبيل المثال جاءت الأنباء من التايمز أوف إسرائيل أو غيرها بأنهم بدأوا بعملية تبديل منظومات الباتريوت القديمة الخاصة بهم بمنظومات أحدث. هنالك أيضا 21 مليار دولار من الحزمة التي أقرتها الولايات المتحدة الأمريكية من المساعدات لأوكرانيا وتايوان، 21 مليار طبعا هي من صالح إسرائيل ومنظوماتها الدفاعية من القبة الحديدية وغيرها. وكذلك أن إسرائيل بدأت توسع من المنطقة الآمنة الموجودة هنا في هذه المنطقة إلى شمال رفح، وسعتها بشكل أكبر، وهذا من أجل سحب المزيد من المواطنين المدنيين الموجودين في رفح لإفراغ المنطقة من المدنيين، وبعد ذلك التقدم للسيطرة على رفح. ولاحظ هنا المنطقة الآمنة التي نتحدث عنها كيف أصبح وضعها، تلاحظ هذا هو الوضع الحالي لهذه المنطقة الآمنة الإنسانية، ولاحظ الخطة الإسرائيلية لتوسيعها. لا بل إن نتنياهو أساسا قال بأنهم بدأوا اليوم بإخلاء المدنيين إلى هذه المنطقة تحديدا، مساحة كبيرة للغاية ممكن أن تستوعب عدد كبير للغاية من 1.2 أو 1.3 مليون من المواطنين من الشعب الفلسطيني الأبرياء. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل تبحث من تحقيق مثل هذه المعادلة باتفاق أو من دون اتفاق، وهذا قد يعني تأجيج الأمور بالنسبة لجماعة الحوثي في اليمن، حزب الله أو حتى بالنسبة لإيران. وهذا قد يفسر لماذا نرى هنالك تبديلا لحاملات الطائرات ودخول USS هاري ترومان قريبا جدا إلى المنطقة ومنطقة الشرق الأوسط.